لكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده على القناه. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه لتطوير الشعر وحد من التساقط ديالو. هذه الوصفه البنات رائعه بزاف ومجربه، كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا الفيديو هذا، قلت لكم راه اي فيديو غيكون في القناه ديالي فيه وصفه ديال الشعر او وصفه ديال الغلد راه ما كنجيبها حتى كنكون مجرباها او شايفه الناس اللي مجربينها من طرف الاصدقاء ديالي، يعني اللي كتكون جربتها وعطاتني المقادير بادق التفاصيل وكيفاش غادي ندير ليها، وكنشوف باللي انها عطاتها نتيجه عاد كنجي نعطيها لكم. راه ما يمكنش اي واحد شاف شي وصفه وغادي يجي وغيعطيها لكم، راه ما يمكنش، خاص ضروري تكون مجربه. وملي شفت صاحبتي جربت هذه الوصفه وطولت لها شعرها، حتى انا جربتها حيت فيها مكونات بساطين، فيها ثلاثه المكونات. اول مكون هو القزبره والمعدنوس، ثاني مكون البصله، وثالث مكون هو الثومه. يعني هاد المكونات هادو متوفرين عندنا في الدار، اي منزل غتلقاي فيه ثلاثه المكونات، حيت الا ما كانوش هادو ما كنطيبوش. المهم ما نطولش عليكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نديروها، يعني ما غتعكزوش على هاد الوصفه، حتى البصله غتخليوها بالقشور ديالها. غناخذوا هاد البصله هذه، غنقطعوها وغادي نجيبو شي كاسرونه. غادي نديروهم في هاد الكاسرونه، وغنشدو التومه حتى هي غنقسموها على ربعه بالقشور ديالها حتى هي، يعني اللي ما غتعكزوش عليها، ما غتنقيوها، ما غتحكوها، ما حتى شي حاجه. وغادي نضيفو عليها داك القزبر والمعدنوس، وغادي نخويو عليها واحد جوج كيسان ديال الماء. غادي نديروهم فوق البوطه حتى يغلاو. المهم خليكم معنا تشوفين، انا غادي نوريكم الطريقه حسب الطريقه. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما ندمج لينا الخليط ديالنا فوق البوطه كيف ما كتشوفوا تبدل اللون ديالو. هنا خليته حتى برد تماما، كيف ما كتشوفوا اللون كيتبدل كيولي قهوي. هنا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نصفيو هاد الخليط ديال هاد الوصفه هذه، غتخليوه حتى يبرد تماما عاد تصفيو.
هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون ديال الخليط. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الخليط ديال الوصفه ديالتنا. كديروه قبل الحمام ساعه او ساعتين قبل ما تشيو الحمام او تدخلوا للدوش، كيدار جوج المرات في السيمانه وما كتبقاش فيه شعرك الريحه خطره، وتكوني متاكده انه ما كيخليش الريحه. قبل ما كتدخلي للدوش كديري على الشعر ديالك بحال هكا وكتبقاي تحركيه حركات دائريه باش الدوره الدمويه كدور، وفي نفس الوقت انه الخليط كيعطي المفعول ديالو. صراحه البنات هذا الخليط راه رائع بزاف، الا استعملتوه مع الدوام راه كيطول الشعر وما كيخليش الشعر يطيح في خطره. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه راه رائعه بزاف. كيف ما قلت لكم في الفيديو قبل في هذا الفيديو قبل في الفيديو اللي قبل منه، راه ما يمكنش نجيب لكم شي وصفه اللي انا ما عارفاهاش وما دايرهاش او مستعملينها الاصدقاء ديالي وعاطيني غوسيرت ديالها، يعني بالتحقيق كنجيب داك الشيء ادق التفاصيل باش كنعطيه لكم. راه ما يمكنش نجي ونقول لكم اه حقا راه شفت هذه الوصفه هذه غادي نجي نعطيها لكم وانا ما مجرباهاش. كونوا اكيدين ان هذه الوصفه رائعه بزاف وكنتمنى انكم تجربوها. وبالنسبه للبنات اللي كيعكزوا ما تعكزوش عليها، راه ما فيها حتى شي حاجه. البصله بقشورها، الثومه بقشورها، معدنوس كتحطوه فوق البوطام اللي كيغلي كديروا في واحد البخاخ وكترشوا على شعركم. يعني ما غادي ديري واحد المده ديال واش بحال ماسك ولا غادي تعكزي عليه، هذا غترشيه بحال الزيت ديري حركات دائريه باش الدوره الدمويه كدور والخليط كيعطي المفعول ديالو وصافي. هادشي اللي كاين. المهم كنتمنى من هذا الفيديو ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايك والكومونتيرات زوينين. وبالنسبه للناس اللي اول مره يزوروا القناه ما ينساوش يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش ديما يوصلهم جديد. وهنا غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما ختمت معكم الفيديو قلت ضروري غادي نلتقط بعض الصور للشعر ديالي باش تاكدوا من النتيجه. صراحه هذه الوصفه هذه رائعه بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا شعري ما دايره له لا بروشينغ لا توشينغ، طبيعي غتلقاو عليها واحد النتيجه مضمونه. كيف ما كتشوفوا راه مجربه وكتقوي حتى الشعر كتقويه وكتردوا رائع بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. وهنا غادي نختم الفيديو وغنقول لكم السلام عليكم، تلقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.